مستشفى المسهل العام منذ بداية جائحة كورونا فتحت ردهة عزل لاستقبال المرضى المشتبه بهم. حاليا يعني الأعداد تقريبا يعني متفاوتة. حاليا موجود عندنا 5 مرضى يرقدون في ردهة العزل. لا، هذول المرضى مشتبه بهم. لحين إكمال الفحوصات المختبرية خاصة الفحص المسحة وكذلك فحص المفراس الحلزوني. في حال تم تأكيد الإصابة يتم إحالتهم إلى مستشفى العزل في مستشفى الشفاء لعزل مرضى كورونا. كيف تتعاملون مع الحالات اللي تصل؟ طبعا احنا الحالات احنا نستقبل المرضى بالعيادات الاستشارية في استشارية الأمراض الباطنية والصدرية. موجودين أخصائيين يستقبلوا المرضى. في حال اشتباههم أي حالة يتم إحالة المريض طبعا إلى ردهة العزل لإكمال الفحوصات. كذلك عندنا فرق مسح ميداني متواجدين طبعا عند مداخل المستشفى يأخذون عينات عشوائية من المواطنين. هذه طبعا أسهمت بشكل كبير في اكتشاف الحالات المشتبه بها. بالإضافة طبعا يعني منذ بداية حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا قامت لجان التلقيح في مستشفى الموصل العام باستقبال المواطنين ولساعات متأخرة من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين. وطبعا اللقاح هو الوسيلة الأساسية والرئيسية للقضاء على هذا الوباء. الحمد لله والشكر لقحته اليوم. اللقاح الأول والثاني؟ لا، أول جرعة. إن شاء الله بعد تقريبا شهر الجرعة الثانية. لا، ما شاء الله، والله ما شاء الله عليهم، يعني التعامل كلش ممتاز وما طولت صراحة، وقت قليل، وانصح الكل يجي يلقح. حجزت موعد بالانترنت، جاء تسجيل وتعلوني على الشباب، ما قصروا ان شاء الله. قلت لك يعني وقت تقريبا نص ساعه، الحمد لله كملته. ايش اللي دفعك للقاح؟ اكيد يعني 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 لازم، يعني صار لنا 2-3 سنين نعاني من المرض، يعني لازم هذا المرض ينتهي، فلازم نلقح كلتنا.